استأنفت الجرافات التابعة لبلدية الشويفات حملة إزالة كل الأشكاك والبسطات وعربات الإكسبرس المخالفة على طول الخط الممتد من جسر كفرشيمة وصولا إلى خلدي، على الرغم من اعتراض أصحابها وإغلاقهم الطريق ليلا ومحاولة اثنين منهم إحراق نفسيهما برش مادة البنزين على جسديهما. وقد عملت قوة من الأمن الداخلي مجهزة بالمعدات اللازمة على إزالة بسطات الخضر والمحال المبنية على الطريق بشكل مخالف للقانون. قرار البلدية والمباشرة بتنفيذه يأتي بعد رفع أحزاب المنطقة الغطاء السياسي عن المخالفين كافةً.